حقيقة يمكن احنا سامعين دلوقتي صوت الجمهور وهو بيقول الولا الولا هو محمود كهربا هو. وانا عايزه اقول لكهربا حاجه، يا بخت اللي جمهور الاهلي يحبه. صحيح. والحقيقه جمهور الاهلي كله فرحان لك وبيحبك يا كهربا، ومش بيحبك من فراغ، بيحبك لانك تستحق اللي حصل ده بعد شهور من الايقاف، شهور من التجاوز في حقك. كل الدعم ليك ومستنيين منك كتير قوي. وعايزه اقول لكهربا حاجه كمان، في لعيبه كتير جدا بتكون حريفه لكن ربنا مش بيرزقهم حب الجمهور، وفي لعيبه الجمهور بيحبهم لكن بيختفي التوفيق. مزبوط. انت يا كهربا حريف ومعاك التوفيق ومعاك حب الجمهور، وجمهور الاهلي في ظهرك وهيفضل في ظهرك. وزي ما قلت يا اميره، مارسيل كولر من اول ما جه وهو ماسك في كهربا بايده واسنانه كان نفسه ان كهربا يلعب من اول يوم. صحيح. وطالب كتير مسؤولين الاهلي بضروره حل ازمه ايقافه، لانه محتاجه ومحتاج مجهوده وموهبته في ارض الملعب. وكلنا شفنا فرحه كولر الكبيره بالهدف بتاعه، يمكن دي خلينا نقول اول مره نشوف كولر بيحتفل بالطريقه دي، وكانه بيقول انا صح. بالظبط. على طريقه حسن شحاته. وشفنا كمان الصوره اللي كولر نزلها على صفحته وهو بيحضن الفولت العالي بعد الهدف، ففي ايمان كبير من المدرب بيه وبادائه. والحقيقه هو كمان رد ونزل بوست شكر فيه الجمهور على دعمهم وسندهم ليه، وقال دلوقتي جه وقت رد الجميل، فاحنا مستنيين وعارفين هو عنده ايه. والحقيقه انا ببارك له من قلبي على عودته القويه، وبقول له كلنا في ظهرك ومعاك.